السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في درس آخر من دروس تعلم اللغة الإسبانية. معكم بدر العتابي، نتمنى تكونوا في أفضل وأحسن الأحوال. كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم متواصل للقناة والإعجاب ديالكم بالفيديوهات ديالي. درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه البربو إستار. كيف ما كتعرفوا أن البربو إستار من أهم الأفعال في اللغة الإسبانية، وهذا الدرس هذا إن شاء الله اللي نشوفه اليوم كيتعتبر من أهم الدروس في اللغة الإسبانية. درس اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقسمه ثلاثة الأجزاء. الجزء الأول سنرى فيه طريقة تصريف ديال البربو إستار. الجزء الثاني سنرى لوس أوسوس ديال البربو إستار، يعني غادي نشوفه استعمالات ديال الفعل إستار، وفي الأخير إن شاء الله غادي نعطيه مجموعة من الأمثلة. على بركة الله. بداية سنرى طريقة تصريف البربو إستار في البريسنتي اللي هو الحاضر. طريقة ديال التصريف ديال البربو إستار هي هذه اللي كتشاهدوا حداكم. يو إستوي، تو إستاس، إل إيا إستا، نوسوتروس إستاموس، بوسوتروس إستايس، إيوس إياس إستان. هذه هي طريقة تصريف البربو إستار في البريسنتي. من بعد ما رأينا طريقة تصريف البربو إستار، الآن سنرى طرق استخدام ديالو أو استعمالات ديال البربو إستار. البربو إستار تيني دوس أوسوس إمبورتانتس إن إسبانيول. البربو إستار تيني دوس أوسوس إمبورتانتس إن إسبانيول. الفعل إستار له استخدامان مهمان باللغة الإسبانية. الفعل إستار له استخدامان مهمان في اللغة الإسبانية، يعني الفعل إستار عنده جوج استعمالات مهمين. الاستعمال الأول إكسبريسا أونا لوكاليزاسيون أو أون لوغار. إكسبريسا أونا لوكاليزاسيون أو أون لوغار، تعبير عن موقع أو مكان، للتعبير عن موقع أو مكان. والطريقة ديال السؤال على المكان هي هذه اللي كتشاهدوا حداكم. دوندي إستا، دوندي إستا، أين هو أو أين هي. دوندي إستا، أين هو أو أين هي. كذلك دوندي إستاس، أين أنت. دوندي إستاس، أين أنت. والإجابة هي هذه اللي غادي نشاهدوا حداكم. حنا غادي نعطيو مجموعة من الأمثلة. المثال أول، دوندي إستا روثا. دوندي إستا روثا، أين هي روسا. أين هي روسا. روسا إستا إن لا أوفيسينا. روسا إستا إن لا أوفيسينا. روسا في المكتب. روسا في المكتب. مثال آخر، دوندي إستاس تو. دوندي إستاس تو، أين أنت. أين أنت. يو إستوي إن مدريد. يو إستوي إن مدريد، أنا في مدريد. أنا في مدريد. نوسوتروس إستاموس إن الريستورانتي. نوسوتروس إستاموس إن الريستورانتي، نحن في المطعم. نحن في المطعم. نوسوتروس إستاموس إن الريستورانتي. لا تورري إيفيل إستا إن باريس. La Torre Eiffel está en París. Burj Eiffel في باريس. Burj Eiffel في باريس. Barcelona está en España. Barcelona está en España. Barcelona في إسبانيا. Barcelona في إسبانيا. Los niños están en la escuela. Los niños están en la escuela. الأطفال في المدرسة. الأطفال في المدرسة. كيف ما كتشاهدوا في هذا المثال، لا اسكويلا هذا واحد المكان. مثال آخر، يو استوي ان لا كاي. يو استوي ان لا كاي، أنا في الشارع. أنا في الشارع. يو استوي ان لا كاي. كذلك هنا كتشاهدوا
لاكاي يو استاي ان لاكاي. لاكاي حتى هو واحد المكان. يو استاي ان الكافي كون ميس اميغوس. يو استاي ان الكافي كون ميس اميغوس. يو استاي ان الكافي كون ميس اميغوس. انا في المقهى مع اصدقائي. انا في المقهى مع اصدقائي. يو استاي ان الكافي كون ميس اميغوس. يو استاي ان الترابخو. يو استاي ان الترابخو. انا في العمل. انا في العمل. يو استاي ان الترابخو. يو استاي ان الكوتشي. يو استاي ان الكوتشي. انا في السياره. انا في السياره. يو استاي ان الكوتشي. يو استاي ان لا بلايا. يو استاي ان لا بلايا. انا في الشاطئ. انا في الشاطئ. يو استاي ان لا بلايا. يو استاي ان مالاغا كون مي فاميليا. يو استاي ان مالاغا كون مي فاميليا. انا في مالاغا مع عائلتي. انا في مالاغا مع عائلتي. فاطمة está en la cocina. Está cocinando. Fatima está en la cocina. Está cocinando. Fatima في المطبخ. إنها تطبخ. Fatima في المطبخ. إنها تطبخ. Yo estoy en el parque. Yo estoy en el parque. أنا في الحديقة. أنا في الحديقة. Yo estoy en el parque. Yo estoy en Marruecos. Yo estoy en Marruecos. Ana في المغرب. Ana في المغرب. Yo estoy en Marruecos. بالإضافة لهذه الأمثلة اللي شاهدتو، هذه أمثلة أخرى. كنعملو الفيربو إستار وكنحددو المكان من هذه الأماكن اللي كتشاهدو حداكم. مثلا يو استاي ان لا كاسا. انا في المنزل. يو استاي ان الهوسبيتال. انا في المستشفى. يو استاي ان الباركي. انا في الحديقه. يو استاي ان الميركادو. انا في السوق. الى اخره. كنختاروا واحد المكان وكنستعملوا الفيربو استار، وهادو بعض الاماكن اللي يمكن تحتاجوها. كان هذا أول استعمال نستعمل فيه البربو إستار، واللي قلنا عندما نريد التحدث عن مكان، اللي نبغي نتكلم على شي مكان كنعملو البربو إستار. الآن سنرى ثاني استعمال ديال البربو إستار. ثاني استعمال ديال البربو إستار para expresar el estado temporal de la persona. Para expresar el estado temporal de la persona. للتعبير عن حالة الشخص المؤقتة، أو للتعبير عن الحالة المؤقتة للشخص. ما معنى ذلك؟ أن الفيربو إستار كنستعملوه باش نتكلموا على واحد الشيء أو واحد الحالة مؤقتة في الشخص. كيف ما كنعرفوا أن الإنسان الحالة ديالو ما كتكونش مستقرة، يعني مرة كيكون مزيان، مرة عيان، مرة مريض، مرة صحيح، مرة كيكون قلق، مرة فرحان. إذن كيكون فيها واحد التغيير، ولذلك حنا كنستعملوا الفيربو استار. حيتاش كنتكلموا على واحد الشيء ماشي فيكس، كنتكلموا على شيء متغير، وحنا غادي نعطيو مجموعه من الامثله باش نفهموا اكثر. والطريقه ديال السؤال باش نسولوا الشخص على الحاله ديالو هي هذه اللي كتشاهدوا حداكم. كومو استا، كيف حاله؟ ناخذ مثال. ¿Cómo estás? Yo estoy cansado. كيف حالك؟ أنا متعب. ¿Cómo estás? كيف حالك؟ Yo estoy cansado. أنا متعب. ¿Cómo está Mariam? ¿Cómo está Mariam? كيف حال مريم؟ كيف حال مريم؟ Mariam está enferma. Mariam está
Enferma. Mariam, marida. Mariam, marida. Yo estoy soltero. Yo estoy soltero. Ana, أعزب. Ana, أعزب. Yo estoy soltero. Yo estoy casada. Yo estoy casada. Ana, متزوجة. Ana, متزوجة. Yo estoy casada. Nosotros estamos contentos aquí en esta ciudad. Nosotros estamos contentos aquí en esta ciudad. نحن سعداء هنا في هذه المدينة. نحن سعداء هنا في هذه المدينة. Nosotros estamos contentos aquí en esta ciudad. El coche está sucio. El coche está sucio. السيارة متسخة. السيارة متسخة. La tienda está cerrada. La tienda está cerrada. المتجر مغلق أو المحل مغلق. La tienda está cerrada. Lina está muy triste porque no tiene trabajo. Lina está muy triste porque no tiene trabajo. Lina حزينة جدا لأنها ليس لديها عمل. Lina حزينة جدا لأنها ليس لديها عمل. Mis amigos están siempre contentos. Mis amigos están siempre contentos. أصدقائي دائما سعداء. أصدقائي دائما سعداء. Mis amigos están siempre contentos. كيف ما كتلاحظوا في المثال contentos يعني سعداء أو فرحانين. وكيف ما كنعرفوا أن الفرح أو السعادة ماشي دائمة يعني حالة مؤقتة وكتفوت. مثال آخر. Yo estoy muy ocupado hoy. Yo estoy muy ocupado hoy. أنا مشغول جدا اليوم. أنا مشغول جدا اليوم. Yo estoy muy ocupado hoy. مثال آخر. Mi mujer está embarazada. Mi mujer está embarazada. زوجتي حامل. زوجتي حامل. Embarazada هي حامل. مثال آخر وآخر. Esta mujer está divorciada. Esta mujer está divorciada. هذه المرأة مطلقة. هذه المرأة مطلقة. Esta mujer está divorciada. بالإضافة للحالة اللي سبق وشفتو هذه حالات أخرى يمكن تستعملوها مع الفيربو استار. وكيف ما كتشاهدوا أنها حالات مؤقتة. كانسادو ديسكانسادو متعب أو عيان. ديسكانسادو هي مرتاح. كونتينتو انفادادو سعيد غضبان. كلمة والعكس ديالها. انفيرمو بوينو مريض جيد. ديبريميدو اكتيبو مكتئب نشيط. سوثيو ليمبيو ابيرتو سيرادو الى اخره. وكان هذا اخر مثال. اذا استفدنا من هذا الدرس وعرفنا ان البربو استار كنستعملوه في الحالات المؤقته. كيف ما قلنا الاستعمال الاول ديالو كنستعملوه عندما نريد التكلم عن مكان ما وهذا المكان كيكون متغير. يعني اذا كنا سافرنا شي بلاصه او حنا في شي مكان كنقولوا للشخص او كيسولنا شي شخص دوندي استاس اين انت وكنحددوا له المكان اللي حنا فيه. وقلنا الاستعمال الثاني على الحاله ديال الشخص. كيف ما كنعرفوا ان الحاله ديال الشخص ماشي قاره ماشي فيكس يعني الحاله متغيره. يمكن يكون الانسان مزيان يمكن يكون مريض يمكن يكون صحيح يمكن يكون فرحان الى اخره. اذا الحاله متغيره. هادشي علاش كنستعملوا الفيربو استار. اذا الفيربو استار كنستعملوه عندما نريد التكلم عن شيء ماشي فينا دائما يعني متغير. وكانوا هادو اهم الاستعمالات ديال الفيربو استار. نتمنى
تكونوا استفدتوا منه اي سؤال او اي تعقيب مرحبا، بقى لي الا نقولكم تهلاو لي فراسكم بزاف، الى درس اخر ان شاء الله. اي درس بغيتوه كتبوه لي في التعليق. الى اللقاء.